بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل بقية شرح برمجة STM32. أولا أنا بعتذر على التأخير، بس والله مشغول شوية بس، وإن شاء الله هنكمل بقية الشرح. بس هي موضوع بس انشغال مش أكتر من كده، بس إن شاء الله كل ما هفضى هنزل فيديو يعني مش هتأخر يعني. ياريت برضو تدعمونا بلايك وشير عشان نقدر نكمل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا خدنا قبل كده ازاي ندخل، ازاي نخرج فولت، ان احنا نشغل لده ونفصل لده. بمعنى صح خدنا ازاي نخرج من على البنات. عاوزين نتعلم النهاردة ازاي ناخد اشارة دخل ان، بمعنى ان ازاي اتحكم بسويتش واشغل بيه لده. ازاي اضغط على السويتش، اشغل بيه ليد، ليد تفصل وتشتغل. هنشرح الحاجة ديت على البرنامج كلوب اي دي وعلى البروتس، وبرضه هنستخدم شغل قلم لو احتاجناه ان شاء الله يعني، او شرح على بالورقة والقلم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح البرنامج زي ما قلنا قبل كده. اولا بنحدد مكان اللي احنا بنسيف فيه المشاريع بتاعتنا، وبنفتح بعد كده البرنامج بيبدأ يفتح عادي جدا. ده احنا كنا قلناه قبل كده ازاي نشغل ليد وازاي نعمل ديفاين اختصارات، عشان ما نيجي نكتب الكود بعد كده هنبقى عارفين ايه اللي كتبنا. يعني مثلا كنا كاتبين في الواي الاول ليد جرين هتنور، وبعدين الاتنين دول هيفصلوا وهياخد تايم ديلي لمدة 200 ملي ثانية، وهيفصل ويشتغل. بمعنى اصح الاختصارات او الديفاين عشان خاطر بعد كده لما اجي بعد وقت اقدر ان انا اعرف انا كنت عامل ايه. اول حاجة هنعملها ان احنا بنقفل كل حاجة كانت مفتوحة قبل كده عشان ما نغلطش فيها، ونروح على فايل ونعمل نيو STM بروجكت. هنعمل بروجكت جديد، هننتظر لحد ما يحمل. هو البرنامج بياخد وقت شوية كده، بيعمل داونلود وبيحدث نفسه مادام انت متصل على الانترنت. متستعجلش فيه لحد ما يخلص تحميل تماما. اوكي خلاص انتهى. كده فتح مشروع جديد. هنختار نوع البوردة اللي هنشتغل عليها او الميكرو اللي هنشتغل عليه، اللي هو ال STM32F103CP. طبعا هي المفروض تنكتب بكابيتال. طبعا في حاجة خطأ كده. STM في مرتين ايات، تمام كده. بنختار الكابيتال منها ونختار اختيار رقم 2، وبعدين نعمل نيكست ونكتب اسم المشروع. هنفترض هنسميه سويتش 1 مثلا، تمام كده. اوف اون دايما مفيش فواصل في الكتابة، فاعمل شرطة اللي هي الاندرسكور اللي هي الشرطة المائل اللي هي تحت ديت. هنقول سويتش 1 مثلا اوف اون ليد مثلا. اكتب اي اسم انت محتاجه، تمام كده. وبنعمل فينش على طول، لان هنعمل نيكس نيكس وفي الاخر هنوصل لفينش، فبنختصر الموضوع وبنعمل فينش. دايما حاول تكتب اسم المشروع حاجة ان انت تبقى مختصرة ليك وانت تبقى فاهمها بعدين، او انت عارف ايه اللي انت عامله. اكتب اسم المشروع مختصر بس. طبعا احنا بنعمل شرح مبدئي، فبنكتبين سويتش 1 اوف اون ليد. هنشغل سويتش، هنشغل فيه الاوف والاون مش اكتر من كده، ونعمل فينش. المشروع هيبدأ يحمل، ننتظر ما نستعجلش، ما نضغطش على اي اختيار او اي حاجة لما يخلص تحميل تماما يعني.
هو البرنامج دايما هو كده بيحمل براحته دايما، فمحدش يستعجل عليه. خلاص كده البرنامج يتحمل اهو. كنا احنا اتكلمنا قبل كده الاعدادات، اول حاجه بنخش نعملها ان احنا نظبط طريقه التوصيل بتاعتنا اللي هي الاس واي، اللي هو نختارها طريقه التوصيل بين البرمجه وبين الكمبيوتر. هيبقى عن طريق ايه؟ هيبقى عن طريق سيريال واير، وطبعا زي ما انت شايف ان علمت هنا اهيت بتاعت النقطتين دول. وبعد كده بنظبط الكريستاله بتاعتنا، نظبط الكريستاله الخارجيه. اول ما نختارها نتعلم مكانها هنا وتحجز النقطتين دول فيها. وبعد كده قلنا قبل كده برضو احنا هنظبط الكريستاله بتاعتنا، المسار بتاعنا اقصى سرعه اللي هي 72، ندلق كي. ده في كل مشروع هنعمله كده، ده بداية كل مشروع. احنا هنظبط الاول السيريال واير بتاعنا، طريقة التوصيل بيننا وبين المبرمجة هتبقى ازاي، وبعد كده بنظبط الكريستالة وسرعة الكريستالة اللي احنا محتاجينها. ده كل مشروع لازم يحصل كده. تمام كده نرجع نظبط احنا محتاجين ايه. احنا قلنا عاوزين نشغل لده ونفصل لده عن طريق سويتش. هنا المرة اللي فاتت الليد عشان تشتغل يبقى لازم يبقى اوت، يبقى الزر بتاعها اوت. وهنا نكتب الاتصال بتاعها برضه، وان احنا نكتب مثلا هنا ليد، مثلا ليد ليد ريد احمر، لونها احمر مثلا. ايش اللي بقى عارفينها ديت؟ خلاص وهي اما بنكتب اهيت بنكتب فيها ان هي اوت بوينت خروج سويتش خروج. تمام كده عاوزين نعمل الادخال. خلاص عملنا كده الاوت، تمام اوت اهوت. عاوزين نعمل ان على اي بن هتختارها براحتك اللي انت عاوزها. انا هختار مثلا البورت بي نقطة 12 وبعمل ان. تمام اهي ان كده بقى ان، وبعمل اختصار برضو عشان ابقى عارف ايه ده، ومكتب مثلا سويتش سويتش واحد. تمام وادي انتر كده. خلاص بقى عندي اهوت الادخال وهي عندي الليد. لما اضغط على السويتش ده من الخارج هيبقى فيه سويتش الليد دي تشتغل. تمام كده. وبعد كده هنعمل ديبج المشروع. هنروح على العلامه ديت، تمام كده، ونضغط عليها كليك. المين هيفتح زي ما انت شايف كده، واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. اول حاجه هنعمل الاختصارات بتاعتنا. هنيجي هنا ونعمل نكتب هاش ونكتب كنترول مسطرة بيطلع، او كنترول بيس اللي هو المسطرة بيطلع ديفاين على طول. تمام كده. احنا عاوزين نعمل اختصارات، هنكتب مثلا سويتش برضو سويتش واحد. عاوزين كنا اتعلمنا قبل كده نقطة الاخراج. تمام هنعمل نقطة الإدخال اللي هو السويتش هيبقى إيه. هنكتب هال أندرسكول جي بي أي أو، وبعدين نكتب حرف الأر ونعمل كنترول. طبعا هنيجي نعمل كنترول مسطرة، مش البرنامج لسه ما شافهاش في المنطقة دي كده. تمام. فبننزل عشان نريح دماغنا أو ما نغلطش في الكتابة، ننزل عند الوايل وبنكتبها زي ما تعودنا هال جي بي اي او ريد قراءة، هي بتظهر لوحدها. تمام كده اهيت. خلاص بناخدها كوبي معانا، او بيستحسن طبعا ان احنا ناخدها قط ونطلع عند الديفاين ونحطها هنا. تمام لزقنا هنا. خلاص بقت هال جي بي اي او ريد، النقطة دي هتبقى ريد، هتبقى قراءة. وبنيجي على الاكس دي، واحنا كنا عملناها ايه؟ عملناها بي 12، خلينا فاكرين كويس بي 12. نرجع هنا نكتب بي كابيتال، والنقطة البن هتبقى كام؟ هتبقى 12. ونطلع نعمل نقطة الفاصلة المنقوطة بيست. تمام كده كده تمام. طبعا يفضل احنا ما نحطهاش اصلا، معلش الديفاين ما بتنحطش عشان ما يحصلش خطأ بعد كده. طبعا احنا عملنا سويتش اهو. تمام.
عاوزين نعمل الليد ده، الاختصار الليد ده هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت او في الدرس اللي فات، ديفاين ونعمل كنترول مسطرة بتظهر على طول. هنكتب ليد مثلا برضو ليد الحمراء، طبعا لو في كذا طبعا للداي او في كذا اختصار بتكتب اللي انت عاوزه. طبعا هنيجي نكتب برضو الهال، اعتقد انها مش ايه مش بلاهي مش هيشوفها خالص، جي بي اي او، ونكتب رايت نعمل كنترول مش هيظهر تماما لان يعني تبقى لسه البرنامج ما شافهاش او ما تعرفش عليها، فبنكتبها في الوايل دايما. هل نكتب جي بي اي او، ونكتب رايت ظهر دي كلها على بعضها، هتاخدها قط تمام عشان ما تغلطش، وتطلعها فوق جنب الديفاين. لو انت حفظت الامر مفيش مشكله، ما حفظتوش بتعمل زي ما انا عملت كده بالظبط عشان ما تخطاش، وتكتب خلاص اهوت. طبعا احنا البن هتبقى كام؟ البن هتبقى اللي هي سي 13 تمام. هتيجي على الاكس دي وهتكتب سي كابيتال، وتيجي على البن هتقوم كاتب بن كابيتال برضو، وتكتب جنبها الرقم بتاعها اللي هو 13، وهنا بتكتب حالته هتبقى ايه تمام كده. احنا قلنا ان مثلا هنا هيبقى واحد تمام. هنا يفضل بقى نكتب هنا اون، نشيل الارض او نخليها ارض ما هي، ونكتب اون تمام كده. يبقى هي الليد ده الحمراء اون، هنعمل زيها بالظبط بس هتبقى اوف. ناخد دي كوبي وننزل تحتها ونعمل كنترول، وهنغير الاون دي نخليها اوف. انا بشرح ببساطه جدا عشان كل واحد يبقى ما يقولش الموضوع صعب، وبطريقه سلسه ما فيهاش تعقيد. والواحد ده هنغيره ونخليه صفر، يعني هو السويتش واحد، ده السويتش هيقرا البنه في البورت بي رقم 12 تمام. والليد الرايت او الليد الحمراء هتبقى اون، كتبناها واحد اللي هي هتبقى في البورت رقم سي رقم 13، هتبقى واحد ديت اللي هي هتبقى واخده 5 فولت او 3 فولت. واوف هتبقى في البنه ديت سي رقم 13 هتبقى 0 تمام كده، عشان لما نيجي نكتب تحت في البرنامج هيبقى بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه. هننزل تحت خالص عند الوايل ونبدا نكتب الاختصارات اللي احنا عملناها. اول حاجه هنعملها طبعا الناس اللي فاهمه لغه السي والسي بلس هتبقى الموضوع بسيط عليهم، موضوع الاف موجود في الاردوينو برضو، موضوع الاف اف لو شرط. طريقه كتابته بتكتب اف وتفتح قوس وتكتب جواه السويتش، اول ما تكتب سويتش بتعمل كنترول بيظهر لك على طول بتختاره السويتش اهوت. لو كان لو كان ايه لو كان اكبر من الواحد، لو كان اكبر من الواحد اعمل ايه؟ نفذ الامر ده واكتب فيه ايه. هنكتب ليد ليد اون، ونعمل فاصلة منقوطة ونقفل القوس بكل بساطة. لو كان السويتش بواحد اعمل اون بس مش اكتر من كده، ونبدأ نعمل لو السويتش واحد اعمل اون بس، الموضوع انتهى كده. هنروح نعمل بيلد نشوف في اي اخطاء، في خطأ هنشوف الخطأ فين او مكتوب فين. الاف سويتش واحد طبعا ما يبقى في اخطاء ما فيش اي مشكلة خالص، احنا بنشوف ونعالج مع بعض. هنا هو هنشوف الخطأ بيقول هنا ايه، سويتش اون سي 13 احنا هنبدأ نعالج الخطأ. موجود ايه الخطأ اللي موجود هنا؟ بسم الله،
طبعا كويس جدا يا بيزر الأخطاء عشان نبدأ نعالجها مع بعض ونشوف الأخطاء موجودة فين. حطينا مكان غلط انكلود، احنا قلنا قبل كده هنحطها مكان الديفاين هنا، تمام. هنشيل دولم ناخدهم قط، قلنا البرنامج لو انكتبت في مكان مش مظبوط بيمسحها او بيقول لك في حاجه غلط، هو مش شايفها اصلا، مش شايف انت عامل ايه. نحطهم هنا ونعمل الديباج برضه خطأ. هو الخطأ كان بسيط جدا، ان احنا ما كناش عاملين اندرسكور بين البنة والرقم بتاعها، استعجلنا فيها. ده كله ما فيش اي مشكلة، احنا بنتعلم فما فيش مشكلة من الاخطاء. كويس ان بنظهر الاخطاء، هنراجع تاني على البرنامج تمام كده وننزل تحت نشوف، بنقول له لو كان السويتش واحد اكبر، يعني يفضل طبعا نخليها يساوي واحد تمام كده. شغل اون، خليها اون تمام. هقول لكم اون ليه، لان هتظهر معانا حاجه وهنبدا نعدل فيها ان شاء الله. هنرفع الكود بتاعنا، ننتظر تمام كود كده اترفع ونشغل تمام. قبل ما نروح نشوف الكود شغال ازاي، هنشرح حاجه اسمها بول اب وبول داون لدخل السويتش. هنشرحها على برنامج بروتس، اللي ما يعرفش برنامج بروتس ازاي بيعمل يتابع معانا. نفتح برنامج بروتس ونروح على فايل، نختار نيو بروجكت ونسمي اسم المشروع سويتش ريد. اي اسم، المهم يكون احنا ايه نكون عارفينه. ونختار مكان بنسجل فيه، انا مثلا عندي بسجل هنا تمام، وبنتابع نيكست نيكست لحد ما نخلص الاخر تمام. بيفتح لنا صفحة زي ديت، هنعوز في التجربة ديت مثلا حاجة زي السويتش مثلا سويتش، ننزل في اختيارات ونجيب السويتش الري، نجيب السويتش ده مثلا تمام. وهنعوز معانا مقاومة تمام، المقاومة ديت أي مقاومة عامة احنا مش هنستخدمها، أي مقاومة بس ده اللي احنا محتاجينه. ادي السويتش تمام، وادي المقاومة. المقاومة دي بيفضل من هي ممكن تكون من 1 لـ10 كيلو، مش فارقة اي حاجة، من 1 اهم حاجة تكون من 1 لـ10 كيلو. وهنعوز الفولت بتاعنا 3.3 فولت، هنجيبه من هنا الباور. سوري الباور اهوت تمام. لو حطينا الباور كده يعتبر هنا البرنامج بيحسبه انه 5 فولت، لكن احنا عاوزين نحسبه 3.3 فولت. نحسبه جيد، نكتب بلس 3.3 فولت تمام كده. وهنعوز الجراوند الارضي، دي بول اب. هنيجي على السويتش من هنا كده نديله كهربا. عاوزين ندخل هنا للميكرو 5 فولت، ولو مش داخل الـ5 فولت يخش 0 فولت، عشان الميكرو دايما يبقى عارف هو بيعمل ايه، وما ما يبص او ما يبعتش اشارات وهمية هو مش عارف يعملها تمام. هنجرب ازاي، مثلا هنجيب المونيتور من هنا، مثلا نجيب هنا نقرا دي سي DC فولت تمام كده. الدي سي فولت ده تمام، ناخد فردة الموجب كده
موصلها هنا، والأرضي نوصلها هنا. تمام كده، طبعا بعمل اي حاجة يعني. طبعا المفترض ان انا اول ما اشغل، تمام، هنا اول ما اشغل اداني ايه؟ لو بص كده 1.65%، 1 فولت. لا انا عاوزه يبقى 0 فولت، يعني اضغط هنا كده بقى 3.3 فولت. لكن اول ما اسيبه بقى كام؟ بقى 1.65، 1.6 فولت. لا الميكرو كده هيبقى حاسس ان في قراءة داخلة عليه، انا عاوز اخليها له صفر. بعمل ايه؟ بجيب المقاومة 10 كيلو ديت، نرجع نقفل هنا، بوصلها له هنا كده في اي حتة في الدخل ده، وبديها ارضي من هنا واشغل. شوفوا كده 0 فولت. لان ليه؟ لان طول ما مش ضاغط على السويتش الارضي معدي من المقاومه ال 10 كيلو ورايح مدي هنا، فتدي قراءه صفر. فيفضل الميكرو طبعا هيبقى واقف هنا، الاس تي ام او اي ميكرو عموما هيبقى نقطه الدخول هنا صفر. تمام كده، هنعتبر النقطه ديت نقطه دخول البنه بتاعه الاس تي ام 32، فكده تبقى صفر. طبعا احنا لما شلناها هنرجع نشيلها تاني واوريها لكم تاني اهي. نشيل الجزء ده، تمام كده، ونشغل. انا كام؟ انا 1.6 فولت تقريبا داخل عليه، والميكرو طبعا هو اصلا اكبر قراءة ليه اللي هي 1.3 فولت، فاكيد هيحس ان في نقطة فيها باور، فالميكرو نفسه مش هيبقى مظبوط ويدي قراءات مش مظبوطة. فبنعمل موضوع المقاومة اللي هي البول اب او بول داون زي ما انت شايف كده كده، ونشغل. بمعنى ان انا كده واصل ارضي على طول كده 0 فولت اهوت. ما هو طول ما انت داخل عليك 0 فولت ما تعملش، اول ما داخل 1 فولت نفذ الامر اللي انا ايه اللي انا عاوزه زي ما انت شايف كده. تمام كده، البول داون عكس دي بالظبط، ما فيهاش اي خلاف خالص. كلها في الموضوع ان احنا هنغير الباور ده. سوري بس معلش، نغير الباور ده والارض ده مكان بعض. نجيب الباور اللي هو هنا، نجيب الارضي نحطه فوق هنا. تمام، نجيب الباور تحت 5 فولت تحت او 3 فولت، طبعا 3 من 10 احنا قلنا عليهم، ونعلم عليها 3، نكتب موجب او بلس 3.3 فولت، لان يعني لو ما كتبناش البرنامج بيعتبرها انها 5 فولت كده. طول ما انا طبعا ده مش هيشتغل، لازم يتقلب، لازم يتغير طبعا. قلبناها بس عشان خاطر يقرا كويس. تمام، والموجب واصله هنا كده. طول ما انا مش ضاغط داخل ال5 فولت، فكده مش هيقرا ويدي 0 فولت، لكن لما اضغط يديني 3 فولت، يديني صفر هنا. طبعا هو واصل موجب واصل على طول من الناحيه دي كده. تمام كده، كده ال5 فولت واصلين من الناحيه دي، لكن عاوز يديها ارض. لما بيديها 5 فولت ما تشتغلش طول ما هنا معمل. اول ما نشغل كده بص كده كده 0 فولت، لكن اول ما اضغط هنا بعدي ال 3.3 فولت بتوعي، يعني هنا دخل الارض بتاعي او دخل بقى 0 فولت هنا. لكن من غير ما اضغط هنا في 5 فولت مع 5 فولت فبيديني 0 فولت لان هو كده مش شغال. لكن اول ما اضغط ودخل الارضي يدي على طول قراءه، ودي بول اب. لكن احنا في اللي احنا بنعمله او البرنامج الكود اللي احنا عاملينه قال له لما تبقى 1 فولت. تمام، لما تبقى 1 اللي احنا قايلين اف، نرجع للمشروع او البرنامج، احنا قايلين له اف سويتش لما يساوي 1 فولت. طبعا احنا ممكن نخربها ونخليها صفر، لما تبقى صفر شغل، لكن احنا شغالين على ايه؟ على 1. تمام،
نرجع تاني. لما تبقى هنا واحد طبعا شغال، هنا طبعا هو مدي صفر ومتحكم فيه تماما زي ما انت شايف صفر، لكن لو شلنا البول اب او المقاومه ديت شلناها هتدي هنا قراءات عشوائيه مش عارفين عارفين قد ايه، والميكرو مش هيبقى مظبوط. لكن لما بنعمل المقاومه ديت هو كيلو او 10 كيلو مسموح، تمام كده. اول ما اضغط على السويتش الليد ده هتشتغل، او او ما اضغط على السويتش الميكرو هيقرا الواحد فولت الواحد بتاعي اللي هو 3.3 فولت ويبدا يقرا ويشتغل، تمام كده. نرجع بقى لمشروعنا ونشغل الليد ده. بعد ما رفعنا كود على ال STM32 هنضغط على السويتش هنلاقي ان الليد ده اشتغلت، واي ما نضغط عليها مش هيعمل حاجة. اللي احنا قلنا لما تبقى يساوي اكبر من واحد شغلها، لكن ما قلناش اعمل ايه. بمعنى ان احنا هنعمل لها، هنعمل الستارت انا اهوت اتفصلت معانا، احنا عملنا ريستارت من الاول، ونضغط عليها على السويتش الليد ده بتشتغل. احنا عاوزين نعمل بعد كده نتك على السويتشه الليد ده تشتغل، نضغط نسيب السويتشه الليد ده تفصل. هنرجع للبرنامج ونكمل. رجعنا للبرنامج تاني. طبعا احنا خدنا بالنا لما احنا بنضغط على السويتش الليد ده بتشتغل، لما بنضغط عليها تاني بتفضل قايده برضه، لان احنا هنا قلنا له ايه في اللوب هنا او في الوايل وان، ان لما تضغط على السويتش شغل، بس لما تضغط على السويتش ويساوي واحد شغل، لكن ما قالوش لما تبقى صفر هتعمل ايه. بنعمل عاملين ايه؟ حاجه بسيطه جدا، ننزل نكتب ايلس. لو ما كنتش بواحد خليك اوف، نكتب ليد ليد اوف ونقفل تاني. دي معناها كده لو ما كنتش بواحد اطفيه، لو ما كنتش بواحد هنا، ولو واحد شغل، لو مش بواحد افصل. اف إلس اف لو كنت بواحد شغل، لو ما كنتش بواحد خليك فاصل. وهنرفع الكود تاني ونشوف، نتابع 88 89 كده الكود اترفع. هنشغل تمام ونروح نشوفه. بعد ما رفعنا الكود هنروح للسويتش بتاعنا، هو طافي تمام اهوت. اول ما بضغط على السويتش الليد ده بتقيد، اول ما بسيب السويتش الليد ده بتفصل، تمام كده. المره اللي فاتت لما كنا بنضغط كان بيشتغل، وكنا بنسيبه كان بيفضل شغال، لكن لما عملنا له إلس لما تكون ضاغط بتساوي واحد شغل، تمام كده. ولما مفيش واحد بتساوي صفر، تمام كده افصل اللي اتضايق، تمام كده. وكده اللي عملنا السويتش فصل وتشغيل. المرة الجاية ان شاء الله، لان الفيديو طويل قوي، هنعمل السويتش لما اضغط على السويتش الليد ده تشتغل، ولما اضغط عليه تاني نفس السويتش برضه هنعمل مرة سويتش اتنين سويتش يشتغل وسويتش يفصل، وهنعمل نفس السويتش ان هو يشتغل وفي نفس الوقت هو اللي يفصل. بس ان شاء الله المرة الجاية، لان الفيديو طويل قوي. ياريت لايك وشير وتدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.